شاركت مؤسسة حياة كريمة بالغربية الإخوة الأقباط فرحتهم في عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية صنباط بمركز زفتة، أحد المراكز التي تشهد أعمال حياة كريمة. حرص متطوعو حياة كريمة على توزيع الحلوى على الأطفال بالكنيسة، إلى جانب المشاركة في الفقرات الفنية والثقافية في المسرح داخل الكنيسة. لا تغيب مؤسسة حياة كريمة عن كل ما يهم المصريين مسلمين ومسيحيين، وفي إطار دورها المجتمعي شاركت المؤسسة بالغربية الإخوة الأقباط فرحتهم في عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية صنباط مركز زفتة. بيشرفنا السنة دي مؤسسة حياة كريمة إن هي موجودة في وسطينا. امبارح قدموا وجبات طازة للناس اللي هم المحتاجين واللي هم غير قادرين على عمل الفطار، وتوزع فعلا عن طريق الكنيسة، توزعت الحاجات دي للمحتاجين، فهم شاركونا في العيد السنة دي. فرحانين جدا النهاردة بأجواء العيد المختلفة عن كل سنة. معنا مؤسسة حياة كريمة شاركتنا فرحة العيد، زي ما حضراتكم شايفين الرسم على وشوش الأطفال وبالونات وشوكولاتات وهدايا العيد. صراحة العيد مختلف السنة دي جدا. ومشاركة للأطفال في فرحتهم، حرص متطوع حياة كريمة على توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال، كما ساهموا في الفقرات الفنية والغنائية والثقافية التي أقيمت على مسرح الكنيسة. قرية صنباط هي قرية من قرى حياة كريمة اللي تم عمل فيها كل خدمات البنية الفوقية والتحتية. النهاردة كمان بنكمل مشوارنا مع أهالينا، وبنكمل فرحتهم، وبنكمل إحنا كمان فرحتنا وسعادتنا في وسطهم. يمكن لما قالوا لنا إحنا هنحتفل كمؤسسة حياة كريمة مع أهالينا الأقباط زي ما كنا بنعمل مع أخواتنا المسلمين، سواء في رمضان أو في عيد الفطر أو عيد الأضحى، إحنا برضو على مدار اليومين عملنا وجبات سخنة حوالي 1250 وجبة هنوصلهم لأهالينا اللي هم الأكثر استحقاقا. النهاردة طبعا إحنا جايين نشارك أخواتنا الأقباط ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وسعداء، ونازلين النهاردة بكافة الأنشطة، بتوزيع البلالين، توزيع الشوكولاتة، بالرسم على وجوه الأطفال عشان خاطر إن إحنا نفرحهم. مبسوطين جدا جدا حياة كريمة معانا ومشاركينا في احتفالاتنا، مش من النهارده بس، من امبارح كمان، ما سبناش ولا لحظه، جم النهارده من بدري جدا من قبلنا كمان. اهل قريه صنباط يحرصون على مشاركه اخوتهم الاقباط بفرحه العيد والقدوم للكنيسه للتهنئه. احنا بنشكر حياه كريمه حبيب ان هي بتتعب معانا في هذه الايام، وربنا يعوض تعب محبتهم. الحقيقه بتتعبوا كتير، وربنا يبارك في حياتهم. ابونا اسحاق كاهن كنيسه الشهيده رفقه هنا في صنباط. الأعياد بتاعتنا بتعتبر أعياد مشتركة كلها، ما يتبقاش في حاجة للمسيحيين، لأنه كلها أعياد للمصريين. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الإخوة المسيحيين من اليوم بقول لك متعاملنا معاهم ما فيش أي غضاضة بينهم من بعض، وتحاول كتير قوي الحمد لله رب العالمين تخطى كل العقبات اللي عدت على مصر، والحمد لله. أنا بقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. التناغم في نسيج المجتمع المصري تتجسد أبهى صوره في مظاهر الاحتفال، حيث تربى الجميع على الاحتفال بالأعياد سواء الإسلامية أو المسيحية.